السلام عليكم اعزائي متابعين شركة الميكار أوتو لتجار السيارات، صباح الخير عليكم اجمعين. اليوم موضوعنا بخصوص سيارة اللاند كروز موديل 22 فئة الجي اكس آر. طبعا محرك 6 سلندر 4000 سي سي بقوة حصانية 271 هورس باور. اخوان، بالنسبة لفئة الجي اكس آر محرك ال 4000 هو الفئة المرغوبة بالسوق والاكثر مبيعا عن باقي او مقارنة بباقي الفئات. اخوان، اللي يريدوا منكم مشاركة البث حتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. طبعا السيارة اخوان ضمان شركة ساس 3 سنوات او 60,000 كيلومتر، ماكينة وجير وكهربائيات، شامل جميع محافظات العراق من الوكيل الرسمي. يعني انت باشر عقبة اذا تشتري سيارة من ساس، حتى لو انت ببغداد يشملك الضمان ضمن المحافظة مالتك، او حتى البصرة او حتى السليمانية بدون اي مشاكل. هن مجرد انك تشتري السيارة بعد 10 أيام يتواصلوا وياك على مود شيك كامل، فحص كامل للسيارة. إذا تعرف صديق يحتاج سيارة لاند كروز موديل 22، لأن حاليا هي آخر وجبة من سيارات اللاند كروز موديل 22. طبعا كلنا نعرف إنه بال 23 راح تصعد الأسعار. اليوم حاليا النقد ارتفع فقط $1000 من دبي لهنا، ف سيارات صراحة راح تصعد لجميع الشركات وليس فقط التويوتا. طبعا بالنسبة للمواصفات الخارجية، الإضاءات تجي زينون، زرافات المي، 4 حساسات أمامية وبلاجكتورات أمامية أيضا، إطارات مقاس 20 إنش ألمنيوم، عندنا دوسات جانبية ثابتة، وأيضا الملصق مال لاند كروز الموجود على الجانب اللي منطية جمالية للسيارة. إخوان، اللي يميز سيارات اللاند كروز 22 الشكل الجديد عن الشكل القديم إن السيارة تجي بلادي من الدعامية للدعامية بدون أي إضافات أو تحوير من دبي، عكس ال 21. يعني بالنسبة للحاية نفس اللحاية، بالنسبة للويلات نفس الويلات، الكاميرا، الشاشة، كلها يجي بلادي، حتى الجلد يجي بلادي. إشارة بالمري، قابلية طي المري كهربائيا، وايضا مكان المري الموجود على البيبان ليخفف من الضجيج اثناء سير السياره داخل المقصوره. دخول ذكي بواسطه البصمه لجميع البيبان. طبعا الجامات من نوع الفوتو جرين، عندنا الترايش الموجوده على السقف. اما بالنسبه للشكل الخلفي، اضاءات خلفيه LED، 4 حساسات خلفيه، وايضا عندنا الهوج مال السحب. طبعا سبايدر خلفي، اشاره ليزريه بالوسط، بصمة الساس الموجودة على الجام الخلفي وأيضا على الصندوق الخلفي. طبعا الصندوق كهربائي. جميع الأدوات مال الوكالة موجودة، بالنسبة للمثلث، بالنسبة للقاعيات، بالنسبة لطفاية الحريق والبردة الخلفية. أيضا عندنا حاملات الأكواب، منفذ Type C. أما بالنسبة للجهة اليسرى عندنا منفذ كهربائي 220 فولت، بالإضافة إلى الجكات. طبعا اخوان 3 قطع تبريد على كامل طول السيارة، تقدر تتحكم بهذا التبريد بواسطة الدقم الموجودة بمقاعد الصف الثاني او حتى الجهة الامامية. بالنسبة للمواصفات الداخلية، طبعا عندنا كشوة الباب جلد باللون البيجي، تطعيمات الخشب واليدات النيكل اللي منطية جمالية وفخامة للسيارة. اخوان، اللي ايضا تتميز به لاند كروز 22 الشكل الجديد ان السيارة مريحة، القعدة مالتها سيارة، الطصة مالتها انعم من القديم، وحتى عزل الاصوات الخارجية جدا ممتاز. عندنا فتحة سلايد، التبريد للجهة الخلفية، ومنافذ Type C، ومنفذ كهربائي 12 فولت. اما بالنسبة للجهة الامامية، طبعا السيارة بتدعم نظام التشغيل عن بعد، هذا التحكم بالمري الجانبية كهربائيا، الكشنات الأمامية كهربائية، وتدعم خاصية التبريد. عندنا منفاخ للظهر همينة، وهذا الديزاين الداخلي. شوف الفخامة، شوف تطعيمات الخشب الموجودة بالوسط اللي منطية جمالية، وأيضا تطعيمات الخشب الموجودة بالستيرن اللي أيضا منطية فخامة وثقل للسيارة. تحكمات السيرن جهتين فول بالكامل، بالنسبة للاتصالات، الأوامر الصوتية، كروس السرعة، مثبت السرعة. عندنا الدقمة مال الصندوق الكهربائي الخلفي، وعندنا نظام التراكشن اوف كنترول والتحكم بمستوى الإضاءة الأمامية. طبعا الشاشة المركزية بلادي، تدعم نظام الأبل كار بلاي، تقدر تربط موبايلك بواسطة البلوتوث أو كبل HDMI أو USB العفو. خلينا نشغل السيارة ونشوف إشارات الترحيب مال اللاند كروز. طبعا اخوان بالنسبة للمحرك نفس المحرك مال القديم، المحرك مال القديم كان هواي مرغوب وهذا نفس المحرك، وكان ما بي اي مشكلة، تقدر تخلي عليه اي نوع بنزين. هي الشاشة الوسطية، عنا دقمة التبريد للكوشنات. طبعا هذا الصف بالكامل للتحكم بالتبريد. عنا نظام الاي سي تي باور بحيث ينتقل قوة للسيارة، عنا نظام الاي سي تي 2 بحيث تبدي السيارة من الاقلاع بالجير الثاني، نظام مساعدة على نزول السيارة، نظام زيادة الالتفاف وقفل الاكسل والتحكم بالدفع، بالاضافة الى الهاند بريك كهربائي والاوتو هولد. طبعا شاحن وايرلس، وهناك الادوات مال السيارة وايضا دفتر الضمان والكتب مالتها. هذا السويتش مال السيارة، كلاتنا نعرف السويتشات مال سيارات التويوتا بشكل عام. هذا السويتش، السيارة بيها تشغيل عن بعد. عندنا ثلاجة مركزية بتفتح من 3 جهات، من جهة السائق، ومن الجهة مال السكن، ومن الجهة الخلفية. شوف الديزاين الداخلي، طبعا المرايا الوسطية تجي عاتمة عاكسة الضوء. اللي يعرف صديق يريد سيارة لاند كروز 22، لأن حاليا هي آخر وجبة من سيارات الموديل 22. فيك تسوي له تاج بالكومنت حتى يشوف مواصفات السيارة مالتنا. طبعا تاخد سيارة حاضر بدون ما تدفع عربون وتنتظر حتى شهرين أو 3 شهور تصل السيارة. حاليا متوفر آخر قطعة من شركة نيوكار، طبعا ضمان ساس، ضمان مال وكالة، تستلم مباشرة. يعني مثلا اليوم كملنا المعاملة، باشر تستلم سيارة مرقم كامل، رقم جديد باسم حضرتك. هذا بخصوص سيارة اللاند كروز. خلينا نشوف سيارات البيك اب، الهايلوكس 6 سلندر، طبعا الفول مواصفات، ايضا مال وكالة، ايضا ضمان 3 سنوات شامل العراق. اهم شيء بالسيارة انه السيارة اللون المرغوب اللي يجي ابيض الصدفي. هواي ناس تطلب هذا اللون الابيض الصدفي وليس الابيض الثلجي، هو المرغوب بالبيع الاكثر مبيعا. حاليا متوفر هي القطعة، مع العلم انه هو حاليا قليل كلش تلاقي ابيض صدفي. محرك 6 سلندر، 4000 همينة، اضاءات زينون، بلاجكتورات امامية، حساسات امامية، اطارات مقاس 17 انش الومنيوم باللون الاسود، دوسات جانبية ايضا باللون الاسود، مرويدات نيكل، ودخول ذكي بواسطة البصمة. طبعا هذا ملصق الهايلوكس الخاص بالماكينة 6 سلندر. عندنا البضي الاسود مال الوكالة. اما بالنسبة للجهة الخلفية، اضاءات خلفية LED، 4 حساسات خلفية، تطعيمات النيكل موجودة، طبعا كاميرا خلفية بلادي. كشوة الباب تجي قماش باللون الاحمر، جميع الجامات اوتوماتيك، اليدات نيكل. اخوان اللي عنده اي سؤال او استفسار فينه يكتب لي بالكومنت حتى اني اجاوبه. طبعا اشارات الترحيب مال الهايلوكس الموجودة على جميع البيبان. في عنا جميع الادوات مال الوكالة بالنسبة للقاعيات همينة وطفاية الحريق، كله متوفر. مننبه اخوان بخصوص الدواخل، طبعا هذا القماش اللي يجي باللون الاحمر مال الوكالة، هذا اللون المرغوب. عنا مسند وسطي، حاملات الاكواب، تبريد للجهة الخلفية، وهي الديزاين الداخلي. اما بالنسبة للجهة الامامية، طبعا التحكم بالمرية الجانبية كهربائيا، تحكمات سير جهتين فول بالكامل، بالاضافة لكروس سرعة، شاشة مركزية بلادي، 4 ويل درايف، شاحن وايرلس، نظام قفل الاكسل، مانع الانزلاق، الدقم مال تبريد الكوشنات، منفذ USB، وايضا طفاية الحريق المثبتة. اخوان بخصوص السعر او الاستفسار عن الضمان، فينك تتواصل ويا قسم المبيعات على الارقام الموجودة بالوصف، هن راح ينطوك كافة التفاصيل. في عنا ايضا نظام الباور ونظام الايكو. هذا الديزاين الداخلي. عنواننا اربيل، تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. اي سؤال او استفسار فيكم تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الارقام الموجودة بالوصف. اعزائي متابعين شركة الميكار أوتو لإيجار السيارات، شكرا على حسن المتابعة.